كنتواجدوا في هذا اللقاء اللي كيتنظم حول الديمقراطيه التشاركيه واللي كيتنظم بشراكه مع منتدب دائي المغرب والاكاديمي ديال دوتشي فيلي من اجل فتح النقاش وتعزيز المبادرات اللي كتتم داخل الجهه ديال سوس ماسا من اجل تطوير الديمقراطيه التشاورية وتعزيز مكانه الجمعيات والمنتخبين والفاعلين المؤسساتيين في هذه العمليه الديمقراطيه المحليه. احنا كمنظمه هجره وطنيه سعداء لان اللقاء داز في جو منتج بحيث ان اغلب الشركاء اللي تم استدعائهم حضروا لبوا دعوه الحضور من منتخبين ديال الجهه مشكورين منتخبين ومنتخبات ديال المجالات الاقليميه وكذلك الجامعه الترابيه بالاضافه للجمعيات. اللقاء الاول اللي كان اليوم على مستوى جهه سوس ماسا هو لقاء اولي يعني لمناقشه الديمقراطيه التشاركيه، ومن بعد غتكون لقاءات جهويه اخرى على مستوى 6 جهات في المغرب، وبطبيعه الحال بوجود شركاء على مستوى الجهات الاخرى لمناقشه نفس الموضوع، اي ما هي الاليات اللي يمكن اقتراحها من طرف المشاركين والمشاركات في الورشات ولا في الموائد المستديره اللي تقدر تخلي العمل الهيئات هو عمل يتميز بفعاليه ونجاعه. وايضا تمكننا من تتبع عمل هذه الهيئات، وفي الاخير تمكن من تقديم راي استشاري اللي كيكون عنده انعكاس ايجابي على التنميه، لا سواء على المستوى المحلي ولا على المستوى الوطني. العريضه ديال هذا اليوم التكويني المرتبط بهذه الديمقراطيه التشاركيه واللي من خلاله تم التذكير بالبرنامج العام ديال هذا اليوم، 3 ورشات رئيسيه، الورشه المتعلقه بالجامعات، ثم الورشه ديال الجهات، ثم الورشه ديال المجالس الاقليميه. هذه الورشات الهدف الرئيسي منها هو محاوله الاجابه على 3 اسئله رئيسيه، وهو التصورات اللي كاينه حول الهيئه سواء من طرف المنتخبين ولا من طرف اعضاء الهيئه، ثم كذلك بالنسبه للانتظارات وكذلك الاكراهات، ثم بعد ذلك غتكون واحد الجلسه عامه اللي غادي يعاود يعني يدار فيها واحد الاسترداد ديال اهم النتائج والخلاصات ثم التوصيات في اخر اللقاء. كنا في امس الحاجه مثل هذه التكوينات باش الفاعل السياسي انه كيتعرف عن مجموعه من الهيئات المساعده ديالو وكيفيه التعامل مع التقريرات، ومن خلال هذا الصباح هذا انا الان اننا في مجموعه من الورشات انه تعرفنا على مجموعه من التقنيات باش انه التعامل مع هذه الاليات وكيفيه استقراء النتائج، وان شاء الله نتمنوا المزيد ان شاء الله من هذه اللقاءات التكوينيه. وشكرا. احنا بدورنا كهيئه ولا كلجنه استشاريه في الجامعه هذا الموضوع اللي هو موضوع العصر اللي كيهمنا اننا غادي نستافدوا مجموعه ديال الاليات اللي غادي نشتغلوا بها سواء على مستوى الهيئه في تشاورنا مع الجيش الجماعي. هذه الاليات اللي هي مهمه جدا اللي حنا كنطمحوا لها اننا باش نحققوا واحد المقاربه تشاركيه، واحد المشاركه مواطنه اللي من خلالها اننا غادي نشتغلوا في واحد العمل اللي هو متوازي وغادي في خط مستقيم مع المجلس الجماعي.